قام وفد من كبار العائلة المالكة الكريمة يتقدمهم سمو الشيخ محمد بن خليفة ال خليفة نائب رئيس مجلس العائلة المالكة الكريمة اليوم بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث قدموا خالص التعازي وصادق المواساه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في وفاة فقيد دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رحمه الله. كما قدم الوفد التعازي في أشقائي و... إلى أشقائي وإنجال الفقيد وأسرة آل هيان الكرام ضارعين إلى الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأشقاء وأنجال الفقيد عن خالص شكرهم وتقديرهم على هذه المشاعر الاخويه الطيبه النبيله والتي تعكس عمق وتميز العلاقات الاخويه التاريخيه الوثيقه والراسخه التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين